أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هاشتاك تتابعونا فيها. تفاعل واسع حول الوثيقة الدستورية التي سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري، وقلق بعد زيارة سياسيين سودانيين لأبو ظبي. مجلس الشيوخ يفشل في تجاوز فيتو ترامب، وغضب بالكونغرس من الدعم الأمريكي المتواصل للحرب في اليمن. أما في السعودية فجدل بعد تصريح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي باستضافة المملكة لوفد يهودي العام المقبل. وعلياء الهذلول تتحدث عن تعذيب شقيقتها بأوامر من سعود القحطاني. وأخيرا انبهار على مواقع التواصل بأداء ميسي في دوري أبطال أوروبا. كل هذا وأكثر في هاشتاك، فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حساباتنا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها. تشاركوا. البداية من السودان، حيث توافد متظاهرون سودانيون على موقع الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش استجابة لدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة فيما سموها بمليونية السلطة المدنية. للمزيد حول تناول منصات التواصل الاجتماعي في السودان للتطورات الأخيرة هناك، نرحب بالزميلة مهج حسن والتي ستصحبكم في جولة في أبرز ما تم تداوله على منصات التواصل سودانيا. إليك مهج. أهلا بك عمر، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة السودان الآن، حيث نتابع أبرز المستجدات وأهم ما تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توافد متظاهرون سودانيون على موقع الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش استجابة لدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة فيما سميت بمليونية السلطة المدنية، للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين ولرفض أي محاولة من المجلس العسكري الانتقالي لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد. دعونا نتابع جانبا من هذه الصور المباشرة. عندنا ضيف يا جماعة دخل، أي كوز منحة، أي كوز، أي كوز، أي كوز، الحال في جنوب. طيب ما تبلو أي رسالة لو ما تأكدت منها ما ترسلها لزوم، عشان ما تخلوا الخوف ينتشر في المكان. إحنا كلنا رضينا إن كنت في مظلة واحدة، يبقى المظلة دي لو ما طلعت لكم بيان ما تصدقوا أي كلام يطلع. يأتي هذا فيما سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الخميس. ودعت القوى في وثيقتها إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي يتكون من 17 وزيرا بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي لتولي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع سياسة عامة للدولة. وتنص الوثيقة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية 4 سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ. دعونا نتابع. وثيقة دستورية باختصار هي وثيقة حددت سلطات وصلاحيات المستويات المختلفة من السلطة الانتقالية، تحدثت عن المستوى السيادي، وفي المستوى السيادي بالأساس نحن نتحدث عن مستوى يمثل رمز للدولة، يتولى بعض المهام المحدودة مثل مهمة اعتماد رئيس القضاء، مهمة تمثيل رأس الدولة بالتأكيد، والمهمة بتاعت الاعتماد بتاع السفراء وغيرها من المهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. المستوى الثاني هو مستوى الحكم التنفيذي، الحكومة الانتقالية، ونحن نتكلم عن حكومة رشيقة تتكون من عدد محدود من الوزراء، تطلع بصلاحيات تنفيذية كاملة
وهي محاسبة ومراقبة أمام المجلس التشريعي. المجلس التشريعي الانتقالي هو مجلس بيتكون برضو من 120 إلى 150 ممثل. هؤلاء الممثلين يطلعون بالمهام التشريعية والرقابية بالكامل. والمستوى الرابع هو التأكيد المستوى بتاع القضاء، والسلطة القضائية هي سلطة مستقلة تماما، ونعمل بجد بالتأكيد على أن يكون هنالك عملية لإصلاح الجهاز العدلي في السودان بعد ما طالوا من تخريب في عهد النظام الإنقاذ. وإلى التغريدات التي قالت على هاشتاغ الوثيقة الدستورية، بدأ المدونون في استعراض آرائهم حول وثيقة قوى الحرية والتغيير الموجهة للمجلس العسكري، حيث كتب الصحفي حمدي صلاح الدين: اطلعت على وثيقة قوى الحرية والتغيير، وثيقة أكثر من ممتازة لفترة انتقالية، أروع ما فيها تأسيس فعلي لدولة مؤسسات مستقلة، دولة قانون ودولة حريات، الوثيقة معبر فعلي لفترة انتقالية تعثر مخاضها. وغرد الناشط السوداني معز عفيفي: صرحت قوى الحرية والتغيير عن الوثيقة الدستورية التي قدمتها للمجلس العسكري الانتقالي، في تقدير شخصي الوثيقة منصفة نوعا ما، ولكن تحتاج إلى تعديلات طفيفة جدا، نتمنى أن تسير العملية بشكل جيد. بينما عارضهم محمد إبراهيم قائلا: أنا برأيي شايف أنه فترة انتقالية لمدة 4 سنوات طويلة جدا، بالذات مع أحزابنا المتشاكسة دي، حنقعد طول الفترة دي نحضر في صراع الديناصورات بدون ما نقدر نعمل أي شيء. ليرد عليه سليمان: الفترة الانتقالية فترة إصلاحية أكثر من أنها تهيئة مناخ ديمقراطي، الدستور دائم، بس عشان يتخطى داير له سنتين، وتاني دايرين تغلط وتسلموا البلد لحكومة منتخبة، وحال البلد غير متزن تجي في أول دكسة تاني يعملوا عليها انقلاب. ويرى عبد الرحمن أبو العلا أن ما تسمى بالوثيقة الدستورية التي أعدتها قوى الحرية والتغيير في السودان ينقصها مادة تنص على إسقاط الجنسية عمن لا ينتمي إليها. كما يرى محمد المجلس العسكري طبعاً حيرفض الوثيقة الدستورية المقدمة، وإذا قبل حيكون في اختلاف في أعضاء المجلس العسكري. ليرد عليه هذا الحساب: ندعو الإخوة بالمجلس العسكري الانتقالي إلى قبول الوثيقة الدستورية المقترحة من أجل الخروج بالسودان إلى بر الأمان وتفويت الفرصة على الذين يتربصون بالسودان. ودون عبد العزيز: تجاوز إرادة الشعب والحكم لمدة طويلة بعيداً عن الرجوع له هي إهانة وتجاوز ضد الشعب الذي ثار وصنع ثورة قولاً واحداً. أخيراً، يرى محمد الغوث أن قوى إعلان الحرية والتغيير عندما تلمست المماطلة من المجلس لجأت لتشكيل الوثيقة الدستورية حتى تحسم كل القضايا العالقة من صلاحيات المجلس الرئاسي والجهاز التنفيذي والتشريعي، وإذا رفض المجلس العسكري هذه الوثيقة فإن ذلك يعني أنه يريد الانفراد بالسلطة، ونحن لا نستطيع أن نثق في العسكر، فهناك ألاعيب سياسية خارجية تحاك، والنفس الإنسانية خاصة العسكرية ضعيفة أمام فتنة السلطة. إذن ألاعيب خارجية تحاك للسودان، يبدو أن هذه الجملة لم تكن رأي هذا المدون فقط، فبعد يوم من تغريدة وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بشأن حق أبوظبي في التدخل في الشأن السوداني لمنع ما أسماها بالفوضى، كشفت مصادر سودانية لصحيفة القدس العربي عن وصول قيادات سياسية سودانية اليوم لأبوظبي بدعوة من الأخيرة، وذلك في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية لما قالت الصحيفة إنه ترتيب الوضع في السودان. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت قبل أيام أن 5 قوى سودانية معارضة بينها عدد من الحركات المسلحة زارت أبوظبي مؤخراً لإجراء محادثات لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون. تعليقاً على هذا الخبر، أستاذ العلوم السياسية محمد المختار الشنقيطي: بعض عساكر السودان ومنهم البرهان وحميدتي استباحوا دماء اليمنيين من قبل طمعا في المال الحرام من السعودية والإمارات، وسيسفكون دماء شعبهم
طمعا في المال الحرام ذاته، إلا إذا احتفظ الشعب السوداني الأبي بيقظته وفطنته السياسية ومنعهم سرقة ثورته العظيمة. وكتب محمود رفعت على الأشقاء في السودان الإسراع بالحسم المدني لضمان السلمية، فتزايد هزائم حفتر في ليبيا ستدفع الإمارات والسعودية إلى العنف في السودان لتعويض خسائرهم بليبيا وأيضا لتغطية عليها. تهديدات نائب رئيس المجلس العسكري للشعب السوداني أتت بدفع الرياض وأبو ظبي، والتسويف ليس بصالح الشعب. أخيراً غرد المدون السوداني مجتبى: إذا في زول شايف إنه دعم السعودية والإمارات مهم أو إنه ما في مخرج غير كده فهو غلطان. الدول دي هي المساهمة في وصول البلد للحالة دي، وحتكون طوالي دايرة السودان في حالة حوجة لها. صفقات الأراضي الزراعية والذهب اللي بيتهرب لهم والقوات المقاتلة معاهم أصلاً ما حتكون من مصلحتهم إنه ننهض. وللمزيد حول التدخل الإماراتي في السودان ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم رئيس حزب دولة القانون والتنمية الدكتور محمد علي الجزولي. أهلا بك دكتور محمد. مرحب بك ومرحب بقناة الجزيرة المباشر. أهلا بك دكتور محمد علي. بداية دعني أسألك، السيد أنور قرقاش صرح يعني صراحة في تغريدة كتبها البارحة أن للإمارات وأن لبقية الدول حق التدخل في السودان، برأيك ما الذي تريده الإمارات حقا؟ لقد كتبت تعليقا على تغريدة أنور قرقاش على حسابي في تويتر، وقلت على أنور قرقاش أن يعطينا نموذجا حميدا لتدخل الإمارات في دول الإقليم بما حقق الاستقرار فيها. أين هو الاستقرار الذي كان نتيجة تدخل الإمارات في اليمن؟ أين هو الاستقرار الذي يعني ناله الشعب الليبي عندما تدخلت الإمارات في ليبيا؟ أين هو الاستقرار الذي ناله الشعب المصري عندما تدخلت الإمارات في مصر ودعمت انقلابا عسكريا ما زال يجري ثمه على صدر الشعب المصري ويغتال أول تجربة ديمقراطية في مصر؟ نحن لسنا بحاجة إلى مصائح دول هي لا تمنح شعوبها حرية ولا تحقق في أراضيها استقرارا إلا بفوهة البندقية. نحن لا نحتاج إلى دول لم تقدم نموذجا على أراضيها، دعك من أن تعطي الآخرين دروسا في كيفية تحقيق الاستقرار. في السودان قوى وطنية قامت بثورة على طاغية سوداني انحاز إليها جيشها الوطني في عرس سوداني كامل الدسم ومكتمل الأضلاع. لا نريد أي تدخلا أجنبيا في هذه المسألة ولا مالا سياسيا يخلط أوراق اللعبة السياسية في السودان. طيب دكتور محمد، صحيفة القدس العربي كشفت اليوم عن زيارة عدد من القوى السودانية إلى أبوظبي، وقبلها صحيفة نيويورك تايمز كشفت أيضا عن زيارة عدد من الشخصيات السودانية لأبوظبي. برأيك هذه الشخصيات من تمثل؟ على حسب ما أوردته تلك الصحف أن بعض قيادات المؤتمر السوداني والحركة الشعبية وبعض قيادات حزب الأمة زاروا مصر وهذه زاروا الإمارات، وهذه القيادات تمثل نداء السودان. قيادات من نداء السودان ذهبت إلى الإمارات بحسب المصادر الصحفية التي أوردت خبرا في صحيفة القدس. طيب هل ترى أن هذه نحن لا نمنع السودانيين أن يزور دولة ما. ليس لدينا وصاية على أي سوداني أو أي سياسي له الحرية أن يتحرك حيثما أراد وأن يتواصل مع الدولة التي يريد، لكننا نراقب نتائج تلك الزيارات ومن ثمارهم تعرفونهم. عندما يعودون للسودان سنراقب الخط الذي يسلقونه، سنراقب الخطاب السياسي الذي سيصدر عنهم وعندئذ نعلقه، لكن مجرد زيارة دولة هنا أو هناك فليست كفيلة بالإدانة السياسية. نحن ننتظر ماذا سيفعلون وأي خط سيسوقون بعد عودتهم إلى السودان. طيب هل هذه الشخصيات برأيك ذهبت بتكليف من المجلس العسكري؟ لا أظن ذلك، يعني لا أظن أنها ذهبت بتكليف من المجلس العسكري.
هي شخصيات عم تعارض المجلس العسكري، وهي جزء من إعلان من قوى إعلان الحرية والتغيير. ربما ذهبت بدعوة خاصة مثلا من السفارة الإماراتية في الخرطوم، وسمعنا بأن السفير الإماراتي في الخرطوم هنا يلتقي سياسيين ويقدم لهم دعوات لزيارة الإمارات في محاولة من الإمارات لتسويق مواقفها السياسية لدى القوى السودانية لتنظر من الذي يشتري. طيب، على اعتبار أن هناك رفضا شعبيا عارما في السودان للتدخل الإماراتي وأي تدخل خارجي آخر، برأيك ما هي الخطوات يعني التي يمكن عملها لإيقاف هذا التدخل؟ ذكرت هذه المسألة عدة مرات. يعني إذا أردت أن تعرف المشروع الإماراتي في أي دولة فانظر في ثلاثة أمور. الأمر الأول، الموقف من الإسلام السياسي، هل تدعى السياسات التي تتبناها هذه الدولة لإيصال الإسلام السياسي؟ والأمر الثاني، استئصال الديمقراطية، هل تدعى السياسات التي تتبنى هذه الدولة لاستئصال الديمقراطية؟ والأمر الثالث، الإرداف في حمار صفقة القرن والتخلي عن قضية الأمة المركزية. هذه المنصات الثلاثة التي تنطلق منها الإمارات في سياساتها في الإقليم. فإذا وجدت دولة تتماهى مع هذه السياسات الثلاثة، سواء كان يحكمها عساكر أو يحكمها ملوك أو يحكمها مدنيون، فأعلم أن عندئذ قد وقعت في الشباك السياسية للإمارات. دكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم. أما الآن مشاهدينا، عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات هاشتاج مع الزميل عمر فياض. إليك عمر. شكرا لك مهج، والآن نعود لاستكمال باقي الفقرات للبرنامج. من السودان نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إبطال حق النقض أو الفيتو والذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لتعطيل قرار يدعو إلى وقف كل دعم تقدمه الولايات المتحدة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. كان الرئيس ترامب قد استخدم الفيتو لوقف إقرار الكونغرس لقانون سلطات الحرب لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في دولة اليمن، والتي تصنفها الأمم المتحدة بأنها تعاني من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم. خلال الجلسة التي سبقت التصويت، قال السيناتور كريس ميرفي أن مئات الآلاف من اليمنيين يتهددهم خطر المجاعة والمرض بسبب العمليات العسكرية التي تساهم الولايات المتحدة فيها. نتابع. A quarter million people are going to die in the next several months inside Yemen from starvation. ربع مليون شخص سيموتون في اليمن بسبب المجاعة والمرض وسوء التغذية بفعل حملة عسكرية نحن نشارك فيها. لا تسيئوا فهمي، الحوثيون يتحملون درجة كبيرة من المسؤولية أيضا في مناطق سيطرتهم. الحوثيون يسرقون من 15 إلى 20% من المساعدات الإنسانية، لكن مئات الآلاف ممن يموتون أو يتهددهم خطر المجاعة يسكنون في مناطق يسيطر عليها تحالفنا. في ذات الجلسة قال سيناتور بنجامين كاردن إنه يطلب من بقية الأعضاء إعادة النظر ليس فقط في الدعم المباشر الذي تقدمه بلاده للتحالف باليمن، بل في مبيعات الأسلحة أيضا، محذرة من أن هذا الدعم يحول الولايات المتحدة لشريك في المسؤولية عن معاناة الآلاف من اليمنيين كما سنستمع له. I would also like my colleagues to look beyond our direct support. أود من الزملاء أن ينظروا إلى ما هو أبعد من دعمنا المباشر لكي يأخذوا بعين الاعتبار الدور الذي تؤديه مبيعات الأسلحة الأمريكية في تعقيد الصراع. هذه المبيعات لا يمكن أن تكون على حساب حقوق الإنسان والفظاعات المرتكبة وزعزعة الاستقرار. والسعودية أظهرت عدم التزام بالقوانين الدولية، ما أدى إلى خسائر كبيرة وضحايا من المدنيين. للمزيد عن تصويت مجلس الشيوخ لإيقاف مفعول الفيتو فيتو ترامب، تابعونا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. في حب الوطن بدأت حكايتنا، من عبق الأجداد وأصالة الماضي، من رؤية ثاقبة وتخطيط ملهم، يدا بيد تمضي مسيرة وطننا، نبني ونشيد ونصمد ونتطور، محققين أعلى معدلات النجاح، دلالة القابضة، الثقة والابتكار. حياكم، أفخم معرض للعود ودهن العود والعطور
طيب الحزم من 25 أبريل حتى 3 مايو. أهلا بكم من جديد. نبقى في الولايات المتحدة، وكما ذكرنا قبل الفاصل فقد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إبطال حق النقب أو الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لتعطيل قرار يدعو إلى وقف كل دعم تقدمه الولايات المتحدة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. للمزيد عن هذا التصويت وهذه الجلسة ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية عمرو حسن، مراسل جزيرة مباشر من داخل مقر الكونغرس. إذن عمرو، هذا القرار إذا كان الكونغرس يعلم أو الأعضاء الذين صوتوا اليوم ولم يحققوا إبطال الفيتو لترامب، إذا كانوا يعلمون بأنهم لن ينجحوا، لماذا أقدموا على الخطوة؟ ببساطة يعني هناك عدة أسباب. السبب الرئيسي والأول هو أن هذا الإجراء إجراء بروتوكولي في المقام الأول، يعني لابد أن يسير في هذا المسرى التشريعي، أن يتم نقضه من قبل الرئيس الأمريكي ثم يعود مرة أخرى، حتى وإن كان معروفا مسبقا بأنه سوف يفشل لابد أن يتم التصويت عليه كإجراء تشريعي. لكن المزيد من الأسباب في الواقع هي الأسباب الإنسانية التي تبدو بديهية لكن غائبة عن على الأقل الأعضاء الذين قاموا بالتصويت، وأن هناك كارثة إنسانية بالفعل تحدث في اليمن، ولابد من استيفاء كافة الخطوات التشريعية حتى وإن كان محتوما عليها الفشل، لكن لابد من اتخاذ هذه الإجراءات كما قال العديد من نواب الكونغرس في هذه الكلمة. لكن أيضا لابد هنا من الالتفات إلى النقطة الأساسية وهي الإجراء السياسي أو المكسب السياسي، وهو إحراج النواب الجمهوريون. هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يختلف اثنان على أن ما يحدث في اليمن كارثة إنسانية، وبالتالي حينما يحجم أو يصوت بلا النواب الجمهوريون وهم في مقتبل انتخابات رئاسية، هذا إحراج سياسي كبير جدا استخدمه الديمقراطيون كورقة ضغط على النواب الجمهوريون حتى وإن علموا مسبقا بنية التصويت بلا. نعم، إذن علم جميع النواب أو الممثلين في الكونغرس عن خطورة هذه الحرب في اليمن وعن الحرج الذي قد تتحمله الولايات المتحدة جراء تبعات هذه الحرب، هل سيقبلون على خطوات أخرى في محاولة لوقف الدعم العسكري الأمريكي؟ بكل تأكيد، وهذا ما أعلنه رؤساء اللجان في مجلس النواب الأمريكي وما أعلنه كبار النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بأن المعركة لم تنتهي. في الواقع هناك الآن 3 تشريعات رئيسية تتم مناقشتها في الكونغرس بكلا غرفتيه، لكن النقطة الأساسية الآن هي أن هذه التشريعات تواجه العديد من العقبات. الأولى بأن هذه التشريعات غير ملزمة، وهذا يعني بأن هذه التشريعات لا تمتلك قوة التأثير أو قوة الفعل، وبالتالي حتى وإن تم اعتماد هذه المشاريع التي سيتم مناقشتها في الأيام المقبلة فإنها لا تحمل أي قوة حقيقية قد تغير من المشهد في الأرض. هذا من جانب. من جانب آخر، النواب الديمقراطيون لا يمتلكون إلا 1 غرفتي الكونغرس الأمريكي، ويفتقرون تماما لقوة السلطات التنفيذية التي يمتلكها الرئيس الأمريكي. لكن الجانب المشرق من هذا المشهد هو أن جميع النواب الديمقراطيون الآن قد اتفقوا على أنه لا بد من إنهاء هذه الحرب، بمن فيهم جو بايدن الذي يتصدر هذا السباق الديمقراطي على الأقل، والذي كان أحد من دعا إلى بداية الحرب إبان توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. طيب، بالنسبة للدعم الأمريكي الآن للمملكة العربية السعودية أو للتحالف الذي يخوض حربا في اليمن، هل كل هذه الخطوات قد تؤثر على مقدار الدعم، أم أن الدعم سيستمر كما هو وربما يزيد أيضا وهو السيناريو الأسوأ؟ الدعم تأثر بالفعل ووقف بالفعل في جانب كبير، يعني من أحد أهم الركائز لهذه العلاقة الاستراتيجية ما بين البلدين كان التزود بالوقود، وهو ما تم إيقافه بالفعل منذ التصويت الأول إبان مارس الماضي. وحتى ليس هذا فحسب، تم وقف التزود بالوقود، وحتى بدأت الإمارات والمملكة العربية السعودية في سداد الفواتير. الدفعة الأولى من مبلغ من إجمالية تجاوز 300 مليون دولار تم تلقيها بالفعل، ونواب الكونغرس أكدوا مجددا بأنه لا يمكن على الأقل حتى وإن لم يتم وقف هذا الدعم فإنه لابد من محاسبة ودفع تكاليف باهظة لهذا الموقف الأمريكي من التحالف. لكن هذا فيما يخص مسألة اليمن، هناك الكثير والكثير من المسارات الأخرى مثل إنتاج الطاقة النووية على سبيل المثال. نعم، شكرا لك عمرو حسن مراسل جزيرة مباشر، كنت معنا من داخل الكونغرس من واشنطن.
أثار إعلان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد عبد الكريم عيسى عن زيارته، قال بأن هناك زيارة من وفد من قادة الجالية اليهودية للمملكة العربية السعودية في يناير عام 2020. أثار هذا التصريح جدلاً وانقساماً على مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي هذا خلال توقيعه اتفاقية تعاون بين رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة نداء الضمير اليهودية الأمريكية لتعزيز قيم الوام ومحاربة التطرف، كما قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي على معبد يهودي في كاليفورنيا، وأكد أن ممارسات الكراهية والعنف والإرهاب محسوبة على أصحابها لا على الأديان. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع.